شخصيات في حياة عادل إمام من الواقع بقى نتكلم عليها. عبد الحليم حافظ، تحب عبد الحليم؟ ده أنا صاحبت عبد الحليم حافظ في ال10 سنين الأخيرة، فالحقيقة صارت بيني وبينه صداقة صداقة كبيرة. بس البداية ما كانتش لطيفة. البداية بقى، ما أنا هقول لك، كنت زمان بقى إيه، ها أبص للنجوم كده وبتاع، إيه يا عبد الحليم حافظ وإيه مين هو؟ إيه يعني عاملين دوشة على إيه؟ مع إن أنا بحبه جدا وبحب غناه جدا. أيوة. إنما لما قابله يعني، فمرة كنت في محل كده وبتاع ودخل وأنا قاعد كده مش عارف كنت مع مين. فلقيته بيقول لي، قال لي الله إزيك يا عادل؟ قلت له عبد الحليم، ورحت قايم واخده بالحضن وبتاع ابتدت صدق. كان يجي يتفرج هو الاستاذ مفيد فوزي في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه في الاخر او في الكواليس، يشوف المشهد بتاع الـ 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 المحكمه. وكان يجي مخصوص عشان يشوف مشهد المحكمه، يشوف مشهد المحكمه ويقول له مفيد ايه، يقول له ايه، شوف هيعمل ايه، شوف هيبص لده ازاي، شوف هيعمل ايه. وعملت معاه المسلسل اللي هو في الصوره دي، لو ارجوك لا تفهمني بسرعه، وغنيت معاه. غنيت معاه ايه؟ غنيت من تلحين منير مراد. على فكره انا غنيت من تلحين منير مراد وبليغ حمدي ومحمد الموجي. غنيت في الافلام كبار الملحنين، المطرب عادل امام مطرب كبير والله في الافلام. ف وبحب اسمع اغاني يعني. بحب الغنى يعني. بتحب ايه لعبد الحليم حافظ؟ بحب كل عبد الحليم حافظ، كل عبد الحليم، كل اغانيه. أم كلثوم، أم كلثوم دي يعني الواحد كل مدى والله يا دكتور هالة بيشتاق للقديم. مش عارف بحكم السن بقى ولا بحكم إيه، ولا يعني مثلا لما تشوفي أم كلثوم لما بتغني رق الحبيب لأحمد رامي، لما بتقول من كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكرة والوقت بدري. الله، شوفي بيت الشعر الزجل الجميل ده. ها، هو اصل العصر ده كمان كان مليان بالقمم الثقافيه العاليه. بيرم التونسي، يا ساتر يا ساتر على هذا العبقري العظيم. ده اللي قال بقى كمان، شوف من امتى. قال ايه؟ والقطن كل الارداحي والمزراحي، ارداحي ومزراحي دول كانوا محتكرين القطن المصري. وكانوا يهود. فكان يقول لك القطن كل الارداحي والمزراحي، وابن البلد يقعد ماحي في بلاده يتيم، قطانه هو اللي زرعها واللي جمعها، ما تلمله لو راح بحها حق البرسيم. الله، صحيح، فين الكلام ده؟ نظرية اقتصادية كاملة. ولما اتنفى بقى في 19 سنة تقريبا في باريس وشاف العجلة وهي بتهرس، ابتدى بقى العصر الحديث اللي هو اتكلم عليه شارلي شابلن، شارلي بعد كده. فلقى العصر الحديث ولقى الآلة ازاي بتطحت البني آدم، وهاجم ده في في رباعيات وفي حاجات. كان الحقيقة شخصية عظيمة، واعتقد بيعدها دلوقتي الأستاذ محفوظ عبد الرحمن بيحاول يعملها مسلسل يعني.